تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. سيداتي سادتي، في هذه الأيام في شهر شباط في 14 بالذات عيد الحب، وهنالك سوء فهم كبير في هذا الشأن خصوصا في عالمنا العربي. عيد الحب أساسه عيد قديس، القديس فالنتينوس الكاهن أي القسيس الشهيد. هنالك إذا أتينا إلى السنكسار الروماني أي سير القديسين، هنالك على الأقل ثلاثة قديسين يحملون اسم فالنتينوس وكلهم شهداء. الأقرب إلى الصواب التاريخي أن القديس فالنتينوس كان قساً أي كان كاهناً، طبعاً كاثوليكياً لأنه لم يكن هنالك لا الانقسام مع الكنيسة الشرقية ولم توجد طبعاً حركات الاحتجاج المدعوة بالبروتستانتية، وكان ذلك في العهد الروماني. في العهد الروماني يعني قبل سنة 313 للحساب الميلادي، قبل مرسوم ميلانو. في الجيش الروماني الوثني كانت هنالك تعليمات بالعزوبية التامة، يعني منع الزواج خصوصا لعدد من الجنود الأبطال وأيضا الضباط المتميزين. ويبدو أن القديس فالنتينوس كان كاهنا قسا يزور هؤلاء الجنود والضباط وفي الخفاء يكللهم طبعا على زوجاتهم. طبعا كل واحد زوجة واحدة، هذه هي شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية وأيضا في اليهودية حسب سفر التكوين الفصل الثاني آية 26 وتالي. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته وليس بنسائه ويصيران كلاهما جسدا واحدا أي كيانا معنويا واحدا. ممكن أيضا أن يفهم ربط عيد الحب بشهادة القديس فالنتينوس بناء على كلمات استشهاد، يعني القديس فالنتينوس بناء على كلمات السيد لهماج: ليس هنالك من حب أعظم من حب الذي يبذل حياته في سبيل أحبائه كما بذل القديس فالنتينوس حياته في سبيل السيد المسيح. على فكرة عندما نتكلم نحن المسيحيين، نحن أهل الكنيسة، نحن خدمة الكنيسة، خدام الكنيسة، ولا أحب عبارة رجال الكنيسة عندما أو رجال الدين، عندما نتكلم عن الحب نعني فقط الحب الزوجي في إطار سر الزواج المقدس، كما نعني الاتحاد فقط بين رجل وامرأة، كما نعني أيضا الاتحاد فقط بين رجل واحد وامرأة واحدة لا يفصل بينهما إلا الموت بعد عمر طويل إن شاء الله. إذن لا يسيئن أحد فهم عيد الحب حتى ولو سيء استغلاله تجاريا أو اقتصاديا، أو حتى ولو فهمه بعضهم فهما مغلوطا أنه عيد الإباحية، أنه عيد الانفلاتية، لا لا لا، هو عيد الحب الزوجي الذي كلله السيد المسيح بكل وضوح
عائداً إلى نصاعة الشريعة الإلهية والطبيعية الموجودة في سفر التكوين. وأنشد وأشاد بهذا الحب القديس بولس رسول الأمم الإناء المختار في الرسالة العامة إلى كل المسيحيين بما فيهم إلى أهل أفسس الفصل الخامس أعتقد من آية 21 وتابع: ليخضع بعضكم لبعض بتقوى المسيح، أيها الرجال أحبوا نساءكم، يعني كل واحد يحب مرته، مش كل الرجال يحبوا كل النسوان بما في نسوان غير، لا، أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وضحى بنفسه لأجلها يزفها إليه كنيسة مقدسة لا شائبة فيها ولا تغضن ولا ما أشبه ذلك بل بغير عيب. أيتها النساء اخضعنا لأزواجكن لأن الرجل رأس المرأة كما أن المسيح رأس الكنيسة، وكما تخضع الكنيسة للمسيح وإلى آخره، يعني الرجل رأس المرأة والمرأة قلب الرجل. ويخلص القديس بولس إلى القول قصار القول: ليحبب كل منكم امرأته حبه لنفسه ولتوقر المرأة رجلها أي زوجها. أما الرسالة إلى العبرانيين فتقول: ليقدسن الكل الزواج وليكن الفراش من غير دنس، أي دنس بعيدا منكم الخيانة الزوجية أو الانحرافات من شذوذ وغيرها. إذن عيد الحب هو للي لسه عنده شكوك، هو في المسيحية وفي نية الكنيسة، مع أنه على فكرة الكنيسة لا تعين عيد الحب، يعني هذا عيد اجتماعي ولكنه مرتبط بعيد القديس فالنتينوس الشهيد. إذن لا نؤمن بإله الحب كيوبيدوس، بل نؤمن بأن الله محبة أوثيوس أغابيستي، الله هو محبة، ومن أحب سكن في الله أقام في الله وأقام الله فيه. ويقول طبعا نقرأ في الرسالة الأولى إلى آية كورنثوس فصل 13 الآية الأولى إلى 13: لو كنت أنطق بألسنة، ألسنة يعني لغات، لو كنت أنطق بألسنة الناس والملائكة ولم تكن فيها المحبة فما أنا إلا نحاس يطن أو صنج يرن، في اليوناني كمبل على لازون. ولو كانت لي النبوة ولو كان لي الإيمان كله حتى أنقل الجبال ولم تكن فيها المحبة فلست بشيء، لو أعطيت جسدي لأحرق بدون بغير محبة فلا أنتفع شيئا. المحبة لا تريد ما هو لها بل تريد ما هو للآخرين. ويحلو لي أيضا أن أستشهد ولو أنه مش من الكتاب المقدس بل بأحد أبناء لبنان العباقرة جبران خليل جبران: إذا أحببت لا تقل إن الله في قلبي بل قل أنا في قلب الله. طبعا إذا أحببت قل كمان، قل أيضا الله في قلبي ولكن أكثر من ذلك أنا في قلب الله. هذا هو هذه هي المعنى السامية في الحب، في الحب الزوجي الذي يعترف به المجتمع بمباركة الكاهن للعروسين في الكنيسة، طبعا من بركة الله. يبارك الرب من المدينة المقدسة جميع أيام حياتك، كما يقول المزمور: طوبى لمن يتقي الرب للسالك سبله، إنك تأكل من تعب يديك فلك الطوبى والخير، أو فالسعادة والرغد لديك، امرأتك مثل جفنة أي كرمة مثمرة في جوانب بيتك،
أبناؤك وبناتك كفروع زيتون حول مائدتك. هكذا يبارك الرجل الذي يتقي الرب، فليباركك الرب من المدينة المقدسة كل أيام حياتك.